ينضم إلينا كذلك الدكتور محمد أبو الخير شكري، نائب رئيس الهيئة السورية للحج والعمرة من مكة المكرمة. مرحبا بك دكتور محمد معنا. إذن حجا مرورا وسعيا مشكورا، حدثنا عن أداء مناسك الحج لهذا العام وما هي التسهيلات التي قدمتها هذه الهيئة للحجاج في هذا الموسم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. شكرا لكم على هذا اللقاء الطيب. الحقيقة ما قدمته الهيئة السورية للحج والعمرة في هذا العام كما كانت تقدمه على مدى 10 أعوام سابقة، فلها الخبرة الطويلة في تنظيم الحج السوري. فعلى مدى 10 سنوات منذ عام 2013 تقوم الهيئة السورية للحج والعمرة التي كانت تسمى سابقا بلجنة الحج العليا، الآن اسمها الهيئة السورية للحج والعمرة، تقوم بتقديم خدماتها للحجاج السوريين على اختلاف مناطق وجودهم. فكان الحج في العام الماضي من كل مناطق القطر العربي السوري من الداخل والخارج، وأيضا من تركيا ومن كل البلاد التي يوجد فيها السوريون. وفي هذا العام اقتصر عمل الهيئة السورية للحج والعمرة على خدمة حجاجنا في الشمال السوري فقط وفي داخل تركيا بكل مناطقها وولاياتها. فطبعا تقوم لجنة الحج العليا والهيئة السورية التي سميت الهيئة السورية للحج والعمرة بالتسجيل على الحج كما كنا سابقا، وأيضا تقديم الخدمات للحجاج في كل أمور يعني حياتهم التي تمس الحج، من حجز فنادق في مكة وفي المدينة، وأيضا الحافلات وتنظيم الوقوف بعرفة ومنى وغير ذلك من الخدمات التي تقدمها الهيئة السورية للحج والعمرة. طبعا من أهم من ذلك في هذا الموضوع المعابر الحدودية. الآن السوريون تقريبا حوالي 3000 حاج جاءوا من الشمال السوري، دخلوا إلى تركيا من أجل عبر المعابر، من أجل أن يعني يكونوا في المطارات التركية في غازي عنتاب وغيرها من أجل أن، لكن حاج كان هناك بعض المشاكل التي واجهت هؤلاء بالأوراق وإعادتهم من مطار جدة، هل لديك معلومات عن هذا الموضوع؟ الحقيقة نحن دائما يعني كنا دائما ننبه الحجاج في السابق على أن عمل لجنة الحج يبدأ من تقديم الأوراق. نحن لسنا مسؤولين عن أي شيء يعني يتعلق بالأوراق أو الجوازات أو غير ذلك ما 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 قبل يعني، نحن الوثائق التي يأتي بها الحاج جاب جواز سفر هذا يكون على مسؤولية الحاج، نحن لا نتدخل بهذا الموضوع. موضوع الجوازات على عاتب من أين أتى به، من أين هذا لا نتدخل به. نحن عملنا يبدأ من التسجيل إلى موضوع تقديم كل الخدمات من يعني المطار وإلى المطار لتقديم الخدمات للحجاج السوريين. فهذا المهم الحقيقة. فالإخوة الأتراك تجاوبوا معنا تجاوبا كبيرا جزاهم الله عنا خيرا، فأدخلوا هؤلاء 3000 أدخلوهم على المعابر وسهلوا لهم كل الخدمات اللي معهم في الآن في اسطنبول في غيرها في مدن التركية. أيضا قدمنا يعني إلى الخارجية التركية من أجل أخذ الإذن لأصحاب الكمالك بأن يخرجوا إلى الحج ويعودوا دون أي يعني مساءلة في هذا. ما هي الصعوبات أيضا التي واجهت الحجاج بعد وصولهم حاج يعني هذه السنة، غير أنه الحر الشديد كان الله بعونكم؟ الحقيقة نحن يعني بفضل الله عز وجل على مدى 10 سنوات سابقة لنا الخبرة الطويلة في موضوع يعني تقديم الخدمات للحجاج. إلى الآن بفضل الله عز وجل لا يوجد أي صعوبات يعني واجهت حجاجنا في هذا العام. يعني الحمد لله حجاجنا كلهم بفضل الله عز وجل سليمون، ما عندنا ولا حادثة وفاة واحدة بفضل الله عز وجل، الأعمار بيد الله. عندنا 4 حالات مرضية بسيطة تعتبر حالات رفع ضغط، حالات يعني موضوع سكري وغيرها تعالج في المشافي التركية في المشافي الآن في المملكة جزاهم الله عنا خيرا. ما عندنا أي صعوبات في هذا العام تذكر حقيقة. لا طبعا موضوع الحر الشديد هذا أمر من عند ربنا سبحانه وتعالى، فلكن الأمور كلها تجري الحمد لله بيسر وسهولة. وحجاجنا بفضل الله
يعني أنه مناسكهم من طواف الإفاضة ورمي الجمرات والإقامة بمنى، وبعد أن وقفوا على عرفات وأتوا إلى مزدلفة، فالحمد لله الأمور كلها تمشي بسلاسة وسهولة الحقيقة متناهية بفضل الله سبحانه وتعالى. والأعداد كانت أقل من الأعوام السابقة، سمعنا عن هيك معلومات. لا شك أن كان عددنا في السنة الماضية على مستوى القطر العربي السوري وتركيا كان 22,500 حاج، الآن اقتصارنا على الشمال السوري وتركيا إلى 5,216 حاجا بفضل الله عز وجل. هذا العدد يعتبر بالنسبة لنا بسيط جدا، يعني خدمته من كان متعود على 23,000 فهو الآن يعني الأمر يسير على 5,000 بفضل الله سبحانه وتعالى. هذا العام الحقيقة يعني عام مميز عندنا بسهولته وسلاسته. الحقيقة أنا بدي أقدم الشكر ل يعني المملكة العربية السعودية قيادة وحكومة وشعبا، كما يعني ذكرتم في بياننا، ذكرنا في بياننا الخدمات التي قدمتها المملكة الحية خدمات كبيرة جدا، ونحن نلحظ يوما بعد يوم. أنا منذ 40 عاما أحج إلى بيت الله الحرام، أرى التطور الذي يحدث في المملكة في خدمة حجاج بيت الله الحرام سنة بعد سنة لتقديم التسهيلات لهؤلاء يعني الحجاج بفضل الله عز وجل. بارك الله بكم دكتور محمد أبو الخير شكري، نائب رئيس الهيئة السورية للحج والعمرة، كنت معنا من مكة المكرمة، شكرا جزيلا لك. شكرا لكم.